حادثه غريبه حصلت خلال الساعات اللي فاتت وعامله ضجه بطبيعه الحال بسبب حيثيه هذا الفيديو او حيثيه هذه الحادثه. وفيديو اتصور في قسم العظام في مستشفى عين شمس الحكومي. الفيديو بطله رئيس قسم العظام الدكتور عمر خيري في المستشفى والطبيب المساعد ليه اسمه معتز وطبيب اخر. بيعملوا ايه؟ جايبين احد الممرضين رجل عجوز ممرض وعمالين بيضربوا فيه وعمالين بيهنوه وعمالين بيتطاولوا عليه لفظيا وبدنيا بسبب انه تطاول او شتم الكلب بتاع الدكتور عمر خيري. وصل بيهم الحال، وصل بالدكتور عمر خيري المفروض يعني دكتور ومثقف ومتعلم، انه يطالب الراجل العجوز او الممرض انه يصلي للكلب ويسجد للكلب ويقول له اسجد للكلب عشان تصالح الكلب. خلينا كده نشوف جزء من الفيديو ونرجع نعلق عليه مع بعض. تعالى بقى استنى بقى استنى بقى صلي للكلب. صلي للكلب. صلي للكلب. يلا يا ابو الطشطان يلا. صلي اصبر صلي للكلب قول والله اكبر. لا يا بني مش هفر والله عليك هتشيل ذنب ولا هشيل ذنب؟ انا هشيل ذنبك. لا اضرب له تعظيم سلام ونعمل له اللي عايزه. اضرب تعظيم سلام. هو عليك. تعظيم سلام. بابي قول بابي. قول بابي. خلاص يا دكتور معتز بقى. حط لي ثانيه بقى الخطوه الثانيه. حط لي في الفيشه يلا. حط لي في الفيشه. هات المشترك. حط لي الكهرباء. أنا بطمن عليك ولا عليك أنت طلع مش عليا خالص. أنت أهنت كلبي ودي ثالث مرة والثالثة تالتة. يلا اتفضلوا اسمعوا معايا عايزين الكهرباء يلا. إيه يا عم السادية دي كلها؟ إيه السادية دي كلها؟ إيه الجبروت ده كله؟ وصلت لأنه بيقول له اسجد للكلب، صلي للكلب، قول الله أكبر للكلب. ده كفر ده ولا خروج عن العقل ولا الراجل ده في دماغه حاجة ولا في عقله حاجة ولا ايه هو عايز يقول لنا ايه لما يخاطب راجل عجوز بالشكل ده ويقول له صلي للكلب اسجد للكلب اقف قول الله اكبر للكلب انت اهنت الكلب بتاعي فلازم اهينك واعمل فيك واخلي يعني مشهد غريب جدا فضلا عن انه يخرج من واحد دكتور المفروض متعلم والغريبة ان معاه كمان بعض من المساعدين بتوعه مش عارف معتز وواحد تاني ماسكين الراجل مبهدلينه عمالين يضربوا فيه وعمالين يهينوا فيه والراجل يا عيني واقف لا حول له ولا قوة وباين عليه عجوز وراجل غلبان مش فاهم أنا الفيديو ده تقول بقى تحطه تحت أي يعني بند سادية كفر وإشراك بالله عز وجل والعياذ بالله تحطه تحت التنمر تحطه تحت التجبر الإداري وإن الراجل ده شايف إن هو بيعمل اللي هو عايزه وطالما الراجل ده شغال تحت إدارته يعمل فيه ويبهدل ويهزقه بالشكل ده وكمان يصوره وينشروا الفيديو على السوشيال ميديا محدش عارف الفيديو ده اتصور إمتى لكنه خرج إمبارح وفضيحة أدت إلى تدخل نقابة الأطباء اللي دفعت في البداية وقالت ما ينفعش الراجل يعاقب حد إداريا كده وبعد كده اعتذرت نقابة الأطباء وقالت لا احنا ما كناش خدنا بالنا وهو بيقول له اسجد وصلي للكلب وبعد كده طلبت نقابة الأطباء بتدخل وزارة الداخلية اللي طلعت بيان صباح اليوم وقالت انها بتدرس الفيديو عشان تشوف ملابسات هذا الفيديو يعني حادثة غريبة أعتقد لا تمثل الأطباء المصريين ولا تعبر أيضا عن الأطباء اللي خلال الكام سنة اللي فاتت أو خلال السنتين اللي فاتوا قدموا حياتهم وقدموا أعمارهم دفاعا عن الشعب المصري وكانوا واقفين يدافعوا عن الوطن ضد فيروس كورونا نتمنى من وزارة الداخلية نتمنى من نقابة الأطباء تتطهر من أمثال الدكتور اللي اسمه عمرو خيري أو لا يستحق حتى لقب دكتور أو لقب إنسان بسبب الفيديو ده تابع مع حضراتكم آخر الإجراءات في الحادثة دي لأنها حادثة خطيرة وتنم عن تغير سلوكي لدى المجتمع والمواطن المصري